إذن مشاهدينا بعد هذه الفقرة ننتقل معاكم إلى الماضي، طبعا من خلال بنكهة الماضي، وهذه تنشط هذه النكهة صناعة المالح اللي نتكلم عنه. أكيد المالح هي وجبة تراثية قديمة وفي مواسم وفرة الأسماك، إذ يقوم الصيادون وأصحاب الخبرة بتخزين الأسماك المحلية المشهورة عن طريق تمليحها بوضع الملح الخشن، وهي من أهم الطرق القديمة لحفظ الأسماك أكبر مدة ممكنة، وتعتبر من الأكلات الشعبية التي لا يزال أهل المنطقة الشرقية يفضلونها، ممكن أيضا أكثر أهالي دولة الإمارات بشكل عام. نتعرف عليها وعلى طرق إعدادها مشاهدينا من خلال الفقرة التالية، ولنعود. اشتغل انا عمري 12 سنه، علموني الوالد والاجداد علموني البحر، وهذا شباك السمك صيد البحر، الاشباك نحطيه بالشاحوف، وهناك مال المناطق نضغي ويوم نجيب الصيد نسوي المالح، وقت المالح مالح، ووقت الملفف ملفف، وقت الشتاء نشقه على راسه ونملحه بس ونجففه ما نسوي بيه ماي، ماي ماشي. ووقت الصيف نسوي ماي الصد فقط. العباب ما نسوي وايد يعني مالح هني. هني زياد الصد. بعدين الحين بس سوينا العباب. العباب يصير المالح يستوي. معك الكنعد معك الصد هذا يستوي مالح يعني. خيل البحر هذا يستوي مالح. القش يستوي مالح، أما سمك النقرور، سمك يعني الهامور، سمك يعني كل شيء هذا يعني اسكندان، هذا ما يستوي مالح، هذا مال صالون ومال هذه طريقتنا في زمان أول، كنا الحين تغيرت الأمور. قاسي بيه وانا خليت اثنين شطرين الاديه كبيره نزرع اثنين والاديه صغيره نخلي شطر بشطر ونشرحها ونملحها نسويها ملح ونخليها بالهذا بالخرس هذا طريقه المالح. إذن مشاهدينا تابعنا معكم صناعة المالح، وأكيد أهل تبا ما شاء الله عليهم متميزون في صناعة المالح، بما أن غدا بإذن الله يوم الجمعة أتوقع معظم العوائل غدا بإذن الله راح يكون وجبة الغداء راح تكون مالح، إحنا تكثر عندنا في المنطقة الشرقية يوم الجمعة يكون الغداء مالح. طبعا مشاهدينا من بعد هذا التقرير نطلع معكم إلى أجواء جميلة، إلى مدينة خرفكان وإلى شاطئ اللؤلؤية بالتحديد، نتابع هذه الأجواء وراجعين لكم.
إذن مشاهدينا تابعنا معكم أجواء شاطئ اللؤلؤية في مدينة خرفكان، ومن هذه الأجواء الجميلة في المنطقة الشرقية بشكل عام، سواء في مدينة خرفكان، مدينة كلباء، دبى الحصن، وأيضا المناطق التابعة لها الجميلة مثل وادي الحلو وغيرها. كل هذه الأجواء بإذن الله نأخذكم في جولة فيها من خلال أمسياتنا الجميلة من حديث المساء. إذن مشاهدينا، من الطبيعي أن تصاب بالتوتر إذا طلب منك إلقاء كلمة بين زملائك في العمل، أو تعرفت إلى شخص مهم لأول مرة لكن أن ترهب من الحديث مع المسؤولين ومواجهتهم، وتتخوف دائما من إحراج نفسك أمام الآخرين، وتشعر بتشتت التركيز أثناء الحديث أمامهم، وهذا ما يسمى بالخجل الاجتماعي، واللي راح نتعرف عليه على كيفية التخلص منه من خلال اتصال المرئي مع الأستاذ ماجد مسلم السيابي، مدرب معتمد من المعهد الأمريكي للدراسات المهنية. مساء الخير أستاذ ماجد. مساكم الله بالنور، وأسعد الله مساكم جميع. بداية شكرا على هذه الاستضافة، وأكيد الشكر موصول لطاقم البرنامج والقائمين عليه. إن شاء الله نكون ضيوف خفيفين عليكم، ونفيد ونستفيد إن شاء الله بإذن الله. طبعا أستاذ ماجد، اليوم نتكلم عن موضوع جدا مهم، وهو الخجل الاجتماعي. قد يعاني من البعض من هذا الخجل ويرتبك، وقد أيضا يفقد التركيز والتشتت في وقت التحدث بموضوع معين، فلا يستطيع إيصال هذه الأفكار إلى الطرف الآخر. فما المقصود بالخجل الاجتماعي بداية؟ نعم، بداية بسم الله والصلاة والسلام على محمد رسول الله. طبعا الخجل الاجتماعي هي حالة نفسية تصيب الإنسان، وسماها علماء النفس بـ Social Anxiety Disorder. هذه الحالة هي ترجمة لمجموعة مشاعر متراكمة، الخوف، القلق، وكذلك التوتر. وطبعا هذه دائما تكون مصاحبة للمشاركة في مواقف اجتماعية، مثل التحدث أمام الجمهور على منصة، أو مثلا الحديث عبر الكاميرا إذا كانت مثلا مباشر، وكذلك في إدارة الاجتماعات بشكل عام. اعتبر علماء النفس بأن الخجل المفرط كالعادة يعني يكون هي بعثرة من الطاقات الفكرية، وكذلك تشتت القدرات العقلية. فبشكل عام الخجل مجموعة من المشاعر اللي تصيب الإنسان في حضور المواقف المجتمعية بشكل عام. نعم. طيب بالنسبة أستاذ ماجد، يعني اليوم الشخص هذا لما يلقي مثل هذه الكلمات أو هذا الإلقاء أمام الجميع، ممكن يشعر بإضطراب وفي خوف، لكن اليوم هذا الخوف الاجتماعي ما سبب تعلقه أيضا ممكن التأتأة بالكلام، وممكن الخوف حتى أو فقدان بعض الكلمات من خلال الحديث؟ يعني ما ارتباط الخجل الاجتماعي بهذا الموضوع؟ نعم، مثل ما نقول دائما بأن نفس ما قلت الحين، الخجل هي مربوطة بالشخصية. فإذا بنتكلم عن الأسباب، هو بأمانة قد لا توجد أسباب صريحة، والسبب يعود إلى أن نحن اليوم مش قاعدين نتعامل مع مادة خام، أو نتعامل مثلا، خلينا نضرب مثال. اليوم إذا رحت عند الطبيب يجد الكسر اللي فيك من خلال إكس راي. مثلا عالم الذرة عنده عينات يضعها في المختبر، مثلا يتعامل بهذه العينات ويطلع معها بنتيجة. اليوم عالم النفس يتعامل مع الشخص هذا من خلال الفكر والسلوك، وكذلك مشاعره. فبهذه من هذه النواحي، لذلك احنا نقول اليوم ان لا توجد اسباب صريحه، ولكن تميل الدراسات الحديثه الى ان الخجل الاجتماعي يكون نتيجه مزيج من العوامل، مثال البيئه المحيطه، وكذلك نقدر نقول بان هي عامل وراثي، فيكون خلينا نقول عوامل مشتركه. في دكتوره اسمها تاليا رايلي، من استاذه علم الوراثه، هي في جامعه كينجز كوليدج في لندن، اجرت بحوث كثيره في هذا الناحيه، فقالت بان السبب الاكبر هو عامل بيئي، ولكن 30% تعتبر منها عامل وراثي، فنقدر نقول انها جينات. وتتكفل اكيد البيئه المحيطه بشكل عام، مثل ما نقول الاب الام وشخصيتهم، وكذلك طريقه تعاملهم مع الاطفال او الافراد اللي موجودين في المنزل، تؤثر ايضا على الشخص من هذه الناحيه، وقد تزيد في خلينا نقول سلوكه الخجول، او انه تعطيه الثقه والجراه في الحديث وطرح الافكار. نعم، هذه النقطة المهمة أستاذ ماجد. اليوم لما نتحدث عن شخص نشأ في بيئة محفزة له، تشجع دائما تعطيه ثقة بنفسه من كان طفل حتى نشأ وصار كبير، هل فرق من بين هذا الشخص وشخص آخر تربى في بيئة ممكن محبطة، بيئة ممكن لا تشجع هذا الشخص على الحديث، أو ممكن ما تعطي ثقة في نفسه، فبالتالي الفرق من بين الشخصين، وأيضا قدرة الشخصين على التقدم بإلقاء حوار معين أو مخاطبة أشخاص مهمين أو حتى زملاء عمله في مجال العمل؟
نعم، ما في شك ان البيئه تلعب دور كبير. البيئه، يوم نتكلم عن البيئه، هي تكون المنزل، تكون المدرسه، تكون الجامعه، وقد يكون ايضا مجال العمل، طريقه تعامله مع الزملاء، او حتى العكس، يعني طريقه تعامل الاخرين معه هو شخصيا، هذا له تاثير كبير. فنحن اليوم يوم نقول ان في بيئه محيطه مؤثره، كذلك نقول خبرات الحياه. اليوم لا سمح الله الطلاق يلعب دور في النفسيه، ويلعب دور في انشاء خجل جديد لهذا الانسان، وكذلك الفشل في الدراسه او الفشل في العمل. هذه الامور بشكل متراكم، بشكل مباشر او غير مباشر، تؤثر على هذا الشخص وتجعل منه خجول. لذلك توجد اعراض. الاعراض هذه ممكن خلينا نقول علماء النفس ينظرون لها بطريقه معينه، يحددون كميه هذا الاضطراب وطرق التعامل معها، وايضا طرق العلاج، ودائما ينبهون بطرق الوقايه منها. صحيح. ممكن في بعض الحالات ايضا استاذ ماجد تصل الى التعرق، وفي بعض الحالات تصل، هذه الحالات المتقدمه طبعا، تصل الى حالات الاغماء ايضا، الخوف والرهاب اللي يكون موجود عندهم، هذه حالات ايضا متقدمه قد تحصل. لكن استاذ ماجد، اليوم كونك ايضا انت متعاون مع مكتبات الشارقه، تقدم دورات ايضا في هذه المكتبات، وايضا وجودك مع الاطفال وتقديم هذه الورش للاطفال، كان لك اكيد الكثير من يمكن الجوانب اللي ارتأيتها بالأطفال، وقدرتهم أيضا على المحاورة وتقديم ممكن بعض الخطابات أمام الجمهور. فاليوم أهمية أيضا أن الطفل يعزز من هذه الناحية بوقت مبكر، ووقت أيضا يعتبر بالنسبة للنشأ هو وقت التأسيس، فيكون متفادي لهذه المشكلة لاحقا. نعم، هو ما في شك، اليوم احنا لابد ان نتعامل مع الطفل او مع الفرد بشكل عام من ناحيه الاعراض والظواهر الموجوده، لان الظواهر والاعراض اللي موجوده تم تصنيفها الى ثلاث اقسام متفرقه، خلينا نقول الظواهر السلوكيه، الظواهر الجسديه، وكذلك الظواهر النفسيه. وهذه ممكن تشوفها انت في الفرد سواء كان من البالغين او كان من الاطفال. من الاعراض السلوكيه على سبيل المثال، بان دائما الشخص اللي راح يتحدث معك وهو مصاب بالخجل الاجتماعي، تلقاه ما ينظر لك، تلقاه ما يحط عينه في عينك، يتكلم معك وهو متشتت، او نظره متشتت، ما يحط عينه في عينك. وكذلك يتجنب لقاء الغرباء، او يتجنب جمعة الناس والحديث، ويتجنب طرح الافكار. هذه كلها تعتبر سلوك تبين لك مدى اضطراب هذا الشخص بالخجل الاجتماعي. وكذلك هناك اعراض جسديه مثل ما تفضلتي وقلتي، بان هناك تكون تعرق بالكفين، تكون في مشاكل ايضا في المعده، فجاه يعني تلقى الانسان جاهز لمحاضره معينه، فجاه يقول لك مثلا بطني عورني، تلقى المعده متقلبه، وهذه ايضا من الاعراض الجسديه للخجل الاجتماعي، تلقاه مثلا يرتجف، يرتعش بشكل لا ارادي، هذه من الاعراض الجسديه. وبالنسبه للاعراض النفسيه او الاعراض اللي يسمونها المشاعر الانفعاليه، كذلك تكون الانسان لا يشعر بالامان، يكون خايف، يكون قلق نوعا ما، وكذلك يكون حاب للعزله. يعني العزله بشكل عام هي تؤدي لامراض نفسيه اخرى، من يعني ما يكون في رضا ذاتي. فلذلك عالم النفس او الطبيب النفسي او المختص عندما يحاول التعامل مع حالة معينة، لابد أن خلنا نقول يبرز هذه الأعراض ويتحدث فيها مع المضطرب بشكل عام، ولابد أن يدونها ليعرف طريقة التعامل مع هذا الشخص. وكذلك نرجع نقول مع الأطفال ومع البالغين تشترك فيها الأعراض. نعم. طيب اليوم أستاذ ماجد، اللي يعاني من الخجل الاجتماعي أو الرهاب الاجتماعي، كيف ممكن يعني يتخلص من هذا الاضطراب او الظاهره هذه اللي ممكن تاثر عليه في حواره في المجتمع مع الناس؟ فاليوم يعني هل هناك خطوات معينه، هل يذهب الى مدرب حياه، الى مدرب تنميه بشريه، الى ممكن ايضا دكتور نفسي؟ فما هو الحل بالضبط حتى يتخلص هذا الشخص من الخجل الاجتماعي؟ نعم، لابد اليوم ان ننوه، ووجب ايضا خلينا نقول التثقيف، بان يعني احب اقول للمستمعين بان اليوم اكبر عائق في حياتنا الحديثه هذه هو الخجل. اكبر عائق للنجاح هو الخجل، اذا بنتكلم في مجال العمل او في مجال الحياه او في مجال تكوين العلاقات، الخجل هو العائق الاكبر، فلا بد تجنبه، لابد الوقايه منه، وكذلك التثقيف في طريقه التعامل معه. فاليوم اذا بنتكلم عن طريقة التخلص من هذا الخجل بشكل عام، بداية لابد من ممارسة المواقف الاجتماعية. المواقف الاجتماعية اليوم نتكلم عن
التطور. التطوع اليوم موجود عندنا والله والله الحمد في اماكن كثيره، يعني اليوم صارت احد متطلبات الدراسه انك تتطوع، اليوم صارت ايضا مجال العمل تقدر انك تتطوع، وايضا اليوم في اي مبادره مجتمعيه تلقى هناك طلب للتطوع، مشاركتك انت في هذا التطوع تكسر حاجز الخجل، هذا واحد. عندك مثلا ممارسه او عفوا بناء قاعده معرفيه. المقصود ببناء قاعده معرفيه انت اليوم عكس الخجل هو الثقه، او هو خلينا نقول التفرد يعني بالافكار. فانت اليوم اذا عندك قاعده معرفيه، عندك اسلوب ممكن تعامل فيه الناس، عندك معلومات ممكن تطرح فيها افكار، ممكن تشارك فيها الناس، بتكون واثق من نفسك. فكل ما كنت واثق من نفسك اكثر بالمعلومات بمصادرها، تقدر انك انت تتخلص من الخجل، لانه بيكون في جريان في الحديث مع الطرف الاخر. وكذلك لابد العلاج النفسي. طبعا نتكلم عن العلاج النفسي، نتكلم عن الذهاب الى الطبيب المختص اللي ممكن انه يفسر هذه الحاله ويبرز عندك نقاط الضعف ويقويها. وكذلك اليوم يعني في هذا الزمن وصلنا لادويه لعقاقير معينه، خلينا نقول تبرز عندك او تبرز عندك مشاعر القلق وتبعدها، تجنبك من هذا القلق. تم عمل دراسات على بعض العقاقير، وجدوا بأن نعم هناك بعض الأدوية وهي مضادة للاكتئاب، تعطي الإنسان جرأة في الحديث. يعني من بعد ما كان إنسان منعزل، من بعد ما كان إنسان مكتئب، أصبحت هذه العقاقير تعطيه الجرأة بأنه يخالط المجتمع. إذن في علاج، العلاج أولاً هو نفسي، هي أفكار، هي سلوك راح تمارسها، فالطبيب المختص راح يمشي معاك خطوة بخطوة. وإذا بنتكلم عن الوقاية، فالوقايه بالنسبه للاطفال اولا هي التربيه السليمه، التربيه الصحيحه. لابد اليوم نعلم اطفالنا بمعنى مشاركه الناس الافكار، معنى مشاركه الناس في طرح مثلا الامور مع وجود التسامح طبعا. وكذلك لابد وقايه، يعني نتكلم عن الافراد البالغين، الوقايه هي الممارسه. اليوم انت في مجال العمل، اقعد مع زملائك، اطرح بعض الافكار، ولو تتكلمون حتى في مجال العمل، اذا سنحت لك الفرصه انك تدير اجتماع، روح ودير الاجتماع. هذه الممارسه راح تكسر عندك حاجز الخجل، وراح تطور من مهاره الالقاء او مهاره اداره الاجتماعات بشكل عام. نعم، يعني هذه نقاط جدا مهمة أستاذ ماجد ذكرتها، وبالفعل إحنا تفيدنا كأشخاص، سواء اللي ممكن البعض قد يعاني من الإحراج، يعني لا تصل إلى مرحلة الخوف أو الرهاب الاجتماعي، لكن يعني خلينا أيضا نوضح لمشاهدينا أن الفرق بين الشخص الخجول اللي يشعر بالخجل دائما وبين الشخص اللي ما يشعر بالخجل، شو الفوائد اللي تنعكس على هذا الشخص أستاذ ماجد؟ كون الشخص الخجول اليوم ما نقدر نقول أنه ما له دور، ولكن دوره منعدم في المجتمع، أو يعني يحاول على الأقل يعزز هذا الدور، يعني بعكس الشخص اللي ما يشعر بالخجل منطلق بحياته، فالفرق بينهم أيضا على عجالة أستاذ ماجد. إذا بنتكلم عن الفرق بينهم اليوم أمانة، حتى على مستوى بيئة العمل، الإنسان الجريء تلقاه دائما ظاهر، تلقاه بارز، تلقاه معروف ما بين مثلا الزملاء الموجودين او حتى على مستوى المؤسسه. ليش معروف؟ لانه عنده طاقه الظهور، عنده مثلا لباقه الحديث، عنده قاعده معرفيه يتحدث بها. الخجل يمنعك من هذه الفرصه، الخجل يبعدك من هذه الفرصه، بالتالي راح تكون فرصك في الحياه اقل. هذا واقع لابد ان نتقبله. وكذلك يعني نرجع نقول تقبل الواقع، لابد من تقبل الواقع. انت تشوف نفسك اليوم مصاب بهذا الخجل، اقعد مع نفسك، راجع نفسك، هل انا فعلا استحي اني اطلع قدام الناس واتكلم؟ طيب ليش؟ كيف ممكن اطور هذا الشيء؟ اشوف مثلا زميلي فلان عنده الجرأه بانه يتكلم، لذلك اشوفه ناجح. فعلا النجاح اليوم هو الجرأة بالحديث، مع وجود قاعدة معرفية، مع وجود أسلوب في التعامل مع الناس. فالفروق واضحة سواء كان على مستوى الأطفال أو على مستوى المراهقين. الخجول دائما ينحرم من هذه الفرصة. ما بنقول لأنه هو كسلان أو هو مثلا ضعيف أو هو لا، هي فكرة موجودة في راسك، لذلك تسمى اضطراب نفسي. هي فكرة موجودة منك، لابد أنك أنت تعالجها، لابد أنك أنت تتطرق للجانب الإيجابي منها. فنعم هناك فوائد لأنك تكون إنسان جريء مع وجود الأسلوب الصحيح والقاعدة المعرفية الصحيحة، بالتالي بتكون حياتك خلينا نقول في تطور وللأنجح إن شاء الله.
نعم طبعا الأستاذ ماجد مسلم السيابي مدرب معتمد من المعهد الأمريكي للدراسات المهنية، كل الشكر على هذه النصائح وأيضا على هذا التوضيح اللي يبرز اليوم دور الشخصية اللي تتمتع بثقة وتتمتع بعدم الرهاب الاجتماعي وما أيضا ينتج من هذه الثقة على نجاح هذا الشخص في المجتمع. طبعا كل الشكر لك، وأيضا مشاهدين نكون وصلنا معاكم إلى نهاية مشوارنا لهذا المساء من خلال أمسية حديث المساء. نتمنى لكم إن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة، والتقونا يوم السبت بإذن الله بنفس الموعد، وإلى ذلك اللقاء تقبلوا تحيات وتحيات طاقم العمل ومع السلامة.